السلام عليكم اخواتي اخوتي الوداديين. بغيت نوصل واحد الرساله للجماهير الوداديه عامه وبالاخص الفصيل المسند لفريق الوداد الرياضي في هذه الظرفيه هذه، لان الوداد الان كتعيش ازمه، ليس ازمه بالمفهوم ديالها ديال بعض الصحافه وبعض المشوشين على العائله، فكنظن بان النتائج هي الازمه الوحيده اللي كاينه على الوداد. سوء نتائج، وهذا شيء طبيعي بالنسبه للوداد ولا بالنسبه لفريق كبير انه مثل الوداد انه يجيو ليه هاد النتائج في واحد الظرفيه اللي هي صعيبه. كنقول ظرفيه لان الرئيس عنده مشاكل خاصه لا تهم الوداد ولا تهم جمهور الوداد، ربما بعض الاصدقاء لهم راي اخر بالنسبه لنا. احنا الوداد فوق كل اعتبار،